السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد لي. ان شاء الله يا ربي تكونوا ديما هكا في صحه وفي خير ونعمه الناس الكل. كما العاده في هالوقيت نطلع لكم فيديو فيه نهاري. شوفوا اليوم شوف شن طيبوا وشوف شن صنفوا، خليكم معايا في نهاري. ان شاء الله يا ربي الفيديو نتاع اليوم يعجبكم. نبداو بسم الله وعلى بركه الله، وما ننساوش عاد نصليوا على سيدنا الف ولا يزي. نوريكم عاد شنو خذيت من الانترنت، حويجة روعه مزيانه، ميني فور صغيرون باش تعجبكم الماكينه هذيا. نعرفكم باش تاخذوا منها على خاطر بالحق روعة. اني شهيتها عندي قديش البنات، قيتها بالزهر معناها في بث مباشر على الفيسبوك في جيني اكسبريس، صفحة نتاعهم في الفيسبوك. ان شاء الله نحط لكم كل شيء في صندوق الوصف، وان شاء الله زيد نحط لكم رقم الهاتف نتاعهم. انا زيد نسهل لكم الامور على خاطر بالحق حويجة توصل لك لباب الدار، حويجة مزيانة. جربت بها اليوم في الفيديو هذا زوز وصفات روعة خفيفة، راهي كالريشة البنات، ماهيش ثقيلة، تراها دي كبيرة مش ثقيلة ولا رزينة، خفيفة كالريشة. هذيك اللي خذيتها كبيرة، واللي فما أقل منها بشوية بركة اللي موجودة في البث المباشر متاحهم، الكبيرة بخمسة وثمانين واللي أقل شوية بخمسة وسبعين أكاها. محليها عجبتني كما قلت لكم، عندي مديده شهيه فيها، نحب نعمل بها برشا وصفات لشهر سيدي رمضان ولكم انتوما زيدة، تسهل عليا برشا خسرناني مغرومه عاد بالعجين وكل فطائر، وباش نستفتح بها كبخ بزيد مزيانين لفطور الصباح. ميلا اول حاجه وكما شفتوه في البث المباشر ماني وريتكم، عاد خبيزات مبسين على محليهم باش نطيب فيها. ياسر عجبتني بصراحة البنات، نشجعكم علاش ليه، خاصة اللي ما عنديش فور، هذا ميني فور صغيرون. عن هذيك الآلة هذيك اللي باش نحطها توا البريز، هذيك اللي فيها درجة الحرارة حتىش 240 الدرجة متاعو، معناها تتحكم فيه، عندك 240 180 وعندك 140 حسبك كما نذكر. اما فما حتى اقل على نار هادي احنا نقولوا. بالحق عجبتني، باش نعمل وصفة أخرى مزيانة بعد حلوة روعة جات فيها طيارة. المهم إني باش نجرب توا قدامكم. كل شيء نجربه إني قدامكم هكا، ولا هذيك الحويجة الباهية اللي إني نجرب فيها كل شيء الحمد لله. أما جاتني على قد قليبي باهية وكبيرة تشره زيادة، شوفوا محليها المساحة متاحة ترفع ما ترفع. هي باش نعمل فيها بيتزا كبيرة، وديجا الباكو مكتوب فيه بيتزا كبيرة، باش نعمل فيها كعيبة بيتزا مزيانة مدورة ومضخمة. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نعمل لكم برشا حاجات هكا وسمحة وتشره، وحتى معناها تنظيفها البنات بسيط، بالبابي هكا تمسحها ترجع كيما كانك توا شريتها، ومن بعد عملت لها بلايصة في الخزينة هكا خبيتها وكها. وان شاء الله مبروكة مسعودة، وان شاء الله عام السنة في رمضان السنة نشيخو هكا بالوصفات السهلة البسيطة المش مكلفة. هذي الباكو بتاعها وذيك الماركة بتاعها البنات معروفة. حسيلو المعلومات الكل تلقاوها في الصفحة، باش ما اني منقعد شاك نفسر اكثر. سهلة. المهم نعمل لها خبيزات توا ونجربو فيها. اما خبيزات مبسس عاد التونسي نتاعنا، حطيت 400 غرام سميد ارتب عليهم 100 غرام فرينة، باش نحطو لها الكركم كيما الخبز نتاعنا، هو راهو منفع بنك الكركم هذيك بكل فوائد، احنا ديما واحد حقنا ديما نستعملوه في الخبز. المهم باش نحط ساشي خميرة خبز 10 غرامات والا مغرفة كبيرة متاع ماكلة. الخبز العادي نجم تعملو سميد صافي مش لازم بالفارينة اللي متحبشه. حطيت مغرفة كبيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح، وفي وسط العجينة باش نحطو عظمة كاملة، ديما خبز بس يحب العظم. هذيك يا لالا حبة حليوة بسبيس سينوج شيخته بلفيح المرة هذي لي شرة. بطبيعة الخبز هذا كم مش لازم على عاد الماكينة هذي، تنجم تعملو فوق الحديد الطاجين وإلا تعملو فوق الكوشة عادي، راهو ما يجرى له حتى شيء. بهي لهنا العظمة باردة، عملت لها تركينة كيما هكا باش نصب عليها شوية ماء دافي باش ما تهلكليش الخميرة. تردوا بالكم ديما ساعات في أبسط حاجة كي هكا تهلك لك العجينة، والله هكا عادش بيه كي نقولها باش نتوما تعرفوا معناه. كي تبدا العظمه بارده خليها هكا في تريكنا، حلها بشويه ماء سخون والا حلها في صحيفه مش لازم كيما عملتين باش تنقص البروديه نتاعها. هيا حط ماء دافي ومشي اعركها بيديتك لين تولي عجينه عاديه، باش نزيد الزيت كيف نعمل لها الضربه الاولى. زيت احكار فنجان زيت، فنجان زيت زيتونه هكا هو، ومن بعد نزيدو الزيت كي نجيو نلموها ونخليوها تخمر.
هكا وذي كملت سيء كما العادة نحطها في بلاصة دافية. شفتوا محليها صفرة ومزيان لونها، محليه اللون الأصفر. هكا هذه لالا حاضرة، نغطيوها ببنيدلة ومن بعد يا لالا نشكلوا الخبيزات ونطيبوا عاد في الماكينة ندشنوها. قلت لكم شنو نعمل زاد حويجة أخرى للعشوية، مزيانة برشا هي الحقيقة، وصفة يابانية روعة. نعرفكم بعد الفيديو باش تجربوها وتاكلوها ان شاء الله بالصحة والفرحة. حسيلو هذه كملت عركتها مليح مليح، ومن بعد كي ضعف الحجم نتاعها شكلوها كويرات عادية، حاجة بسيطة معروفة. ونحلوه مكة على الوجق، خبزيت مدورين ساهلين، تعملهم على الطاجين الحديد كما قلت لكم ولا حتى في الفورة. اني ما استعملتش العجينه كلها، شوف رغم اللي عملت رطل سميدة نقول الحقيقة خاطر عملت على عديدهم. العجينة حطيتها في شكيرة وخبيتها في الفرجيدير، غدوة صباح نطيبهم مثلا في الفور، فهمتوا؟ نجمو تحشيوهم بالشوكولاتة من غدوة ولا تعملوهم أي حاجة أخرى، ديما عملها على عديدك باش نعيمة ربي ما تتلوحش. خبيت البقية، بديت بالخبيزة الأولى حطيت لها قطيرة زيت وطرحتها بدايتي من غير لا قلقالة حتى شيء، رطبة تشره العجينة ونمدو عدكية نطيب فيها تو ندشنوها ندشنوها تدشين، حفلة التدشين. والله يعجبتني برشا، واني ماكم تعرفوني البنات كيف نفرح بالحاجة وتعجبني نشكرها، علاش ليه؟ تو يفرحوا بيكم كي تقولوا لهم جايين من طرف سندس، تو يفرحوا بيكم برشا. ان شاء الله ديما فرحانين، ويا ربي ان شاء الله ديما تشريوا هكا وتصنفوا وتو عاملين جو تبداو. حطيت قطيره زيت هكا، كنحب الخبز المبسس يحب الزيت راه، باش يبدا لمعلوماتكم خبز المبسس نتاعنا التونسي يحب زيت الزيتونه خاصه، تعدل في درجه الحراره معناها انت تتحكم فيها هكا. بكد العجله هذيك قلت لكم اخر حاجه 240 واقل حاجه 140 وعندها زيد 180 كانك باش طيب خبزه جاتو، معناها قياس خبز الجاتو ديما 180. نجمو نعملو فيها كيكه خاطر فيها الاخطاء، تنجم طيب بها خبز الجاتو اكل الاخطاء هذيك طيب لك الفوقاني. اني ديجا كي حطيت الاخطاء الخبيزه قريب تطيب في صافي صافي، تنقبها شويه هكا بالفرشيطه كيما الخبز الرقاق نتاعنا العادي هكا، وغطي عليها تشوفوها محليها. ديجا وريتها لكم في البث المباشر، يا وحيده تستنى السعد بمثل المباشره كما سميتكم امي، تقعد مع المبشرين. انتم المبشرين قلت لكم، ان شاء الله ربي يحفظها. هذه الخبيزه الاولى تابت، ونكمل خبيزتي كل نحضرهم عاد ونحضر القهوه كما العاده ونقعد معكم في البث المباشر. اش رايكم في خبيزتنا محليهم؟ ان شاء الله تجربوها الوصفه وتاكلوها بالصحه والفرحه. مش نقعد معاكم في البث المباشر، ان شاء الله ديما تكونوا معايا، خبيزتي حاضرين وقهوتي حاضره تبيكم معايا في نهاري. بعد نقص ربي هذا نطيبوا افطورنا كما العاده، وشوفوا شنو هي دبارتنا. كما العاده دخلت للكويجنا حضرتك الفطيره، فطيره نص نهار اليوم مكرونه بالصلصه بالدجاج معشوقه الجماهير.
سهلة هي الحقيقة، عملتها معكم برشا مرات هذيك علاش زربت وحذرتها باش ما نطولش عليكم الفيديو. أما نعطيه لكم هكا بالكليم، نعملوها كيما طريقة الوالدة إن شاء الله ربي يحفظها. ديما نحطوا رويس بصل مع دجاج مع مغير فاكهة كبيرة، فلفل أحمر في الزيت، رويس ثوم، رويس ثوم هرسناه مع الملح، ديما نخلي مغير صغيرة كثوم على شيرة، حطيت الفلفل الأحمر، فلفل أكحل كيما قلت لكم، شوية كركم، وبديت حطيت الطماطم، حطيت الفلفل الأحمر الشايح هذيك زيت فوحها نقولكم مش على الفيحة، حطيته في الزيت وبعد نمرقها خليها لين يقر الزيت، نحطوا لها كورقه رندو جرين فلفل في الاخر. نمشي نحضر توا الوصفه المزيانه. اي سهله، يحبوها صغيرات برشا. كما شفتوا عندي اربع بيضات، فصلتهم على بيضاتهم، حطيت لهنا الحليب 50 مللتر اكا هو حليب، نكتب لكم المقادير باذن الله في صندوق الوصف. به لهنا البنات باش نحلك الفصوص البيض مع الحليب، ومن بعد باش نضيفوا توا الفرينه، الفرينه باش نحطوا 60 غرام اكاهو، 60 غرام تنجم تعمل زوز عظيمات اكاهو كان حبيت معناها شويه. به لهنا يلزمها تغربيله، لازم تغربيله لهنا باش تجي ناعمه خاطر هالوصفه. والبيض البيضه باش نقول لكم عاد توا شو باش نضيف لهم، يلزمنا توا نخلطوا هالفرينه مع الفص العظمه هذيك لين يولي الكريمه اكاهو، تشبه هكا كي تراها تقول البانكيك، اما هي لا حاجه اخرى وبنه اخرى بصراحه، الجيب الجيب. خاطرها خفيفه برشا الحقيقه وعجبتني. المهم كمل توا نخلط ونمشي توا البيض البيض شمش نضيفه له، نضيفه له البنات الفانيليا سائله ولا سكر فانيليا عاديه. وبالنسبه للسكر 80 غرام اكاهو سكر، لهنا عندي الفانيليا السائله باش نحطها كمغرفه صغيره متاع قهوه، ونبدا توا نخدم الماكينه ونبدا نصب في السكر بشويه بشويه، ما نصبوش فرد المره باش يولينا القلب الثلج. شفتوا مسهلها الوصفه متاع اليوم، سهله مهله، اما بالحق شفت كي تبدا تطيب فيها مش باش يقعد منها حتى شيء، خاطر فيسه فيسه ما تتاكل من كثر ما هي خفيفه خفيفه. وقعت لهنا نصب بشويه بشويه، بعد قوي في الفيتيس بهي هكا هاو، تبشي يولي لونها ابيض وقتها نبداو نستعملوها مع الصوص الاخرى كما تعرفوها معروفه، مادام فما بيض بيض هكا كالثلج معناها الطريقه معروفه اللي احنا نحطوا المغرفه ومن فوق اللوطه نبداو نخلطوا هكا هاو. وطبيعه كما قلت لكم باش نستعمل الماكينه الجديده. مازلنا عاد فرحانين بها باش نعملوا بها اليوم وصفتين، وان شاء الله كل مره وانا نبدا عندي هكا وصفه مزيانه نطيب فيها ونوريكم عادين نستنى فيها عندي قديش. من قبل واني نحبها تبدا عندي في الكوجينه، هاي جاتني الحمد لله، شفتوا محلى قوام والبنات هاي توا نمشيو نخلطوها واكاها سهله. هذه ما عندكش الماكينه اكيد تعملها في المقله في التيفال، تحب تحطهم في الفور حطهم في الفور، اما ماذا بيكم تجي تطيب على المقله احسن، هي اصلها متاع مقله وحويجه بركه. كي تبدا عندك مقله يلزم معاها خطا، الوصفه هذه تحب كيك تحب مقله وتحب خطا، توا هكا الطريقه عاد نتوما تعرفوها سهله. أمين. تراه الاولاد قداش باش يحبوها او تشوف. المهم نمسحها بالزبده بالزيت باللي عندك موجود تحبو، مش مشكله دين، اما تفوح راهو تمسحها هكا شويه وبعد تبدا تصب فيها. يعني باش نحطهم في البوش ونبداو اسهل لي
وانتي كما تحب معني، تنجم حتى بمغرفة اللوشة تبدأ تصب معني عادي الشكل الكبر اللي تحب عليه انتي زيدا. اما هي ماذا بيك تبدأ نقوله احنا عالية شوية، نقوله بزيت صوص لو تشوفوا حسيلو كي اني نجي نصب هكا سهلة. وتحضر فيسا حويجة بركة البنات، كان حطيتوها في مقلة ماذا بيكم تغطيوها، خاطر البات الفوق هي البات شنية كريمية راهي ماهيش بالداخل، تقعد تبدا رطبة كري كريمة، والفوق بالبخار يشد روحه شوية، بعد اقلبها اكاهو. يعني عملتهم صغار، نجم تعمل معناها كعبات كبار معناها مزيانين وتقصهم عادي كيما الجاتو. الافكار تجيك وانتي تبدا تعمل فيها حسيلو اكاهو. حتى نوريكم شكلهم محليهم كي يتيبوا، تزينوهم هكا بشوية عسلة كما الفوق وانتي عاملة عليهم جو، شيخ روحك. هيك عملتها اليوم، ما همش ولادك مش باش يسلموا فيها، اعمل لينا يا ماما اعمل لينا. ان شاء الله تعملوهم وتاكلوهم بالصحة والفرحة ان شاء الله يا ربي. في سعرهم هم يتيبوا الحاجة الباهية، اما ماذا بكم النار نحب نوصيكم عليها، راهو هذه الوصفة هذه ما تطيبش. فيكم ان شاء الله ربي يحفظكم، ربي يرزقكم هكا الوقت الطيب ويستركم ويحفظ لكم وليداتكم تشوفوهم في اعلى المراتب يا رب العالمين. كهو نقول لكم كان عجبكم الفيديو نتاع اليوم ما تبخلوش عليه ذاك اللايك والاشتراك في القناه كان انتم اول مره.